شريف الغيام، أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان ومحاضر بالعديد بالكليات الحقوق، مستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. اليوم ألقينا محاضرة في موضوع الأمن الجنائي بقضايا العقار في رحاب كلية الحقوق بمراكش من تنظيم ماستر العلوم الجنائية والأمنية، والتي كان مناسبة لمحاولة تسليط الضوء على المقتضيات الشرعية المرتبطة بالعدالة الجنائية للعقار ومساءلة المشرع في مدى نجاعته على المستوى العملي والتطبيقي، في بغية لمحاولة الخروج ببعض الحلول والمرتكزات التي قد تساعد المشرع في إيراد حماية جنائية للعقار، سيما أمام الدينامية التي يشهدها المشهد القانوني والجامعي والبحثي والحقوقي. ففي إطار هذه الدينامية التي تشهدها الجامعة المغربية وكذلك مختلف الفعاليات المدنية التي تساهم في الورش الكبير المرتبط بإصلاح التشريعي وكذلك القضائي لمنظومة العدالة، كانت هذه مناسبة للإسهام ولو بالشكل اليسير والبسيط جدا لتسليط الضوء على تجربة هذه النصوص القانونية على مستوى العمل القضائي، وكذلك محاولة معرفة المكن التي من شأنها أن تقوي لنا عدالة عقارية قادرة على الإسهام في التنمية المستدامة وخلق نموذج جنائي يتسم بحماية الحقوق وحفظ الحريات في إطار محاكمة جنائية عادلة. وشكرا. اليوم كما تتبعتم ينظم ماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش محاضرة في موضوع يعني الأمن الجنائي في قضايا العقار، أطرها الأستاذ شريف الغيام مستشار محكمة الاستئناف بالحسيمة وأستاذ زائر بالعديد من كليات المملكة المغربية. كان الهدف من هذه المحاضرة وتقريب أولا طلبة الماستر والدكتورة أيضا من قضايا الأمن الجنائي خصوصا في قضايا العقار، نظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها العقار في الاستثمار بصفة عامة، وأيضا لأن هناك العديد من القضايا اليوم التي تعرض على المحاكم والتي تطرح العديد من الإشكاليات. ناقشنا اليوم مجموعة من النصوص والفصول القانونية، شرحنا هذه الفصول، حاولنا استيعابها، حاولنا أيضا الإشارة إلى مكامن الخلل وإلى قصور التشريع أحيانا وإلى دور المشرع في تحيين مجموعة من القواعد القانونية التي أظن على أنها لم تعد صالحة ولتأطير مجموعة من المؤسسات القانونية خصوصا في مجال الاعتداء على العقار أو الاستيلاء على الأملاك العقارية. إذن كما تتبعتم كانت مناقشة هادفة ورصينة، وكان المحاضر مستفزا بشكل إيجابي لمجموعة من الطلبة الذين طرحوا العديد من الإشكاليات وحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات. ونحن طبعا هذه فلسفة هذا الماستر هذا الذي تقوم على تقريب أولا انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، وتقريب أيضا المعلومة من طلبة ماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بمراكش. أشكر صوت العدالة على الاستضافة، تحياتي لكم والسلام عليكم.